يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الإمام مالك رحمه الله: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، أليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المقيم وغيره بالنسبة لصلاة التطوع في الحرمين؟ إلا فرق، خاطب أهل المدينة فقال: أفضل صلاة المرء في بيته، فصلوا أيها الناس في بيوتكم إلا المكتوبة. يعني خاطب أهل المدينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كذلك في مكة صلاتهم في بيوتهم أفضل، النافلة قيام الليل، أما التراويح وأما صلاة الكسوف والعيدين فهذه تصلى في المساجد، سواء المسجد الحرام أو النبوي أو غيره من المساجد. نعم.